الدعوة هذه كانت دعوة من كل الفصائل السياسية ومن كل الفصائل الشعبية، فيها نقابيين، فيها سياسيين، فيها أحزاب، فيها الجبهة الشعبية، فيها أحزاب أخرى من خارج الجبهة الشعبية. تقريبا تولاها كان هنالك تحرك منذ سمعنا بالأخبار، وكنا تنادينا على أساس أنه في هذه الليلة على الساعة 9 نلتقي أمام دار الاتحاد شغل، ومن هناك تنطلق في تولاها فعالية هذه المظاهرة من أجل أن نعبر من داخل قفصة عن تضامننا المطلق مع أبنائنا في كل تونس اللي خرجوا في كل شوارع تونس، من أجل أنهم يقفوا صد أمام كل هذه الجرائم الإرهابية اللي قاعد تقام واللي قاعد تكرر. ونذكر مرة أخرى من داخل تونس كلنا كفصائل سياسية وكفصائل شعبية وكوقشة شعبية وكمواطنين عاديين على أننا نحن في يد واحدة ضد الإرهاب وضد أن يكون الدين الإسلامي غطاء لتنفيذ الجرائم البشعة في حق الإنسان سواء كان داخل تونس أو خارج تونس. وما يجري في جبل الشعامبي هو نفسه ما قاعد يجري في داخل المنطقة كاملة، هو نفس الوسائل، نفس الجرائم، نفس الطرق في القتل الذبح والغدر والاغتيالات، هذه تقريبا عرفناها في هذه السنوات الثلاثة الأخيرة. ونتمنى بنتي ولا أن القوى السياسية والقوى الشعبية أنها تصر جميعا على أن تواصل التحرك من أجل أن تفرض قانونا واضحا لتجريم الإرهاب في تونس حتى نؤمن أبنائنا ضد هذه الاغتيالات. نحن نوم مدعوين شعب تونس بأسره بكماله وتمامه للخروج للتصدي للإرهاب هذا بكل إمكانياتنا، مع أن ما نعمله نحن اليوم لا حتى الانتخابات إذا أمكن نتخلوا عليها ونجندوا شعبنا أنه يتصدى للإرهاب، وإذا كان ثم حتى إمكانية للدفاع المدني والدفاع الشعبي نحن مستعدين أنه دولتنا حكومتنا حكومة دولتنا على الأقل باش يكون واضح معناها تستدعينا أنه نحن حتى سلاح من أجل مقاومة الإرهاب هذا، ونحن مدعوين ليه هذا. هذه المعركة اليوم معركة وجود، يا أما الشباب هذا والبنات هذية والأمهات هذية تعيش ونعيشوا في تونس، خاطر هم ما همش توانسة، ما لازموش يكون توانسة كيفنا نحن، مش أبوناش لا ياكلوا كيفنا لا يلبسوا كيفنا لا يتكلموا كيفنا، هذوما ناس بلايصة معروفة وين؟ في طورا بورا وأفغانستان، فهمت؟ ما نجموش يكونوا في تونس في المنزل وفي قفصة وفي حي النور وفي المولى وفي الكسر، ما نجموش يكونوا برئيس معروف. نحن ناس ندعو الحياة، نحبوا الحياة، نحبوا نقروا أولادنا، نحبوا ننتجوا، نحبوا نبنوا تونس بالمنظور اللي نشوفوه. نحن الشعوب المتقدمة ما هيش غير منا. تونس تونس حرة حرة والإرهاب.